لا قول لي يا جن، اللي يعمل حركه نقص مع السلامه وحسني نعمل معاه ايه؟ لازم يزعل جامد. صح. بكره اؤمر يا ريس. هو صحيح جمال متفق مع مراد عليا؟ لا 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 يا باشا، ما حصلش. الواد بكره ده عيل كدام ابن كلب. هو انا اللي هقول لك عليه سلامه يا باشا ولا ايه؟ هات التليفون بتاعه اديني الباشا. مؤاخذة. تأكد انت بقى. الله. انت بعت رسالة للظابط اهو بتقول على مكان العملية. يا باشا والله ما حصلش. الموضوع الموبايل ده الواد بكرة هو قال لي اديني الموبايل علشان عايز اعمل منه مكالمة علشان انا معيش رصيد. ايوه هو قال لي كده، انا معيش رصيد. وبتقتل ايه؟ شكله مركب لسان جديد يكتب بيه، لسه ما خدش عليه. هات موبايلك يا بكر. تؤمر يا ريس. ما هو بيرن اهو، في رصيد. اغتنيت انت يا بكر. خيانه. خلص عليها يا حسني. انت واطي. ايوه واطي. مع ان ده شرف ما تستاهلوش. وقتي درجة تانية. ايه؟ خلص عليه. لا يا عم، خلص عليه انت. لا يحسبني متضايق منه ولا حاجة. ماشي. ايه؟ هتقتله لوحدك؟ مش احنا بنعمل كل حاجة مع بعض. خلاص نقتله مع بعض. عد لتلاتة يا ريس. واحد. اتنين. ايه ده؟ شكله ما بيعديش من ثلاثة. جرب كده انت. ماشي. زيادة التأكيد. ماريا كمان زي القمر. أسوأ حاجة ممكن تحصل للواحد إنه يحس بحاجة وتبان في عينيه. تقصدي إيه؟ أقصد إنك تخلي بالك من نفسك يا تميمة. أنا مش بقول لك كده عشان قصدي حاجة وحشة، لا بالعكس. أنا بقول لك عشان بحبك أوي. أمير ابن حلال ويستاهل كل خير، وأهله ليهم أفضل عليا، أنا ما أنكرهاش. كنت تقولي ان احنا هنيجي فرح، كنت اعمل حسابي في اللبس حتى. وبعدين يعني احنا المفروض خارجين ان احنا نتعشى بس. بابا كده هيزعل منك على فكره. انا هكلم عم رأفت عشان ما يزعلش، ما تقلقيش. وبعدين يا حبيبتي انت زي القمر من غير اي لبس، ما تقلقيش. بقول لك لو سمحت، بيت مدام جليلة فين؟ يا حبيبي بلاش نلعب ونجيب سيرة اللي فات، ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. يا حبيبي بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات، ده مفيش بين الحبايب. ايه في ايه؟ مش ده وسيم؟
اه اصله كان عايز يحضر الفرح، قال لي ان عمره ما حضر في فرح شعبي. ماله محلاوي النهارده كده ليه؟ امي نفسك بقى. امي نفسي ايه وانا متبهدره ملمومه اهو. مبروك يا جليله. الله يبارك فيك. مبروك يا فتحي. الله يبارك فيك يا ساميه. ما حدش بيرقص ليه؟ رقصيني، معقوله يبقى فرح جليله وما رقصش؟ الله عليكي يا ساميه، ده انت دايما صاحبه واجب. يلا يلا حبيبتي. ايه معقولة مش عايزة تنزلي؟ ده بيتك يا ماما. يوه في ايه بس؟ هو انا كل مرة هقول لك اني بتضايق من قلقك مني ده؟ ستي انا مش قلقانة منك، انا بس مش مرتاحة ان احنا نخش نتكلم جوه، تعالي نقعد في مكان تاني. يا حبيبتي انا عايزة اتكلم معاكي براحتي. يلا بقى. انا مش عارف ليه انت بخيلة بمشاعرك عليا. يلا ماما يلا. يلا حبيبتي. هو انت لسه شفتي جنان؟ بتستغفليني؟ انا اكتر حاجه في الدنيا تضايقني ان حد يستغفلني. مين الواد اللي انت ماشيه معاه ده؟ مين؟ انتي؟ ما بتردش على تليفوني. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني انا خلاص به، والاتفاق اللي كان بيني وبينك كانه ما كان يا منى. انت فاكر ان الحكايه بالبساطه كده؟ لا يا حبيبي، وبعدين انت واخد مني فلوس لازم تشتغل بيها ولا ايه؟ فلوسك هرجعها لك. ايه انت حبيتها؟ انت تحب بنت زي دي؟ انت جننت؟ دي بنت صايعه وبتاعت شوارع. ده انا جايباك عشان عارفه انك فاهم كويس قوي النوع ده وتعرف تتصرف معاه. لا لا انا مش فاهمه حاجه، هي البنت دي سحرالكوا ولا ايه؟ مفيش داعي نتكلم بقى في موضوع حبيتها ولا ما حبيتهاش. المهم ان الاتفاق اللي بيني وبينك انتهى. فلوسك هتكون عندك بكره الصبح. طيب على العموم انا هسيبك تفكر مع نفسك شويه، اصل ساعات الواحد بتجيله هفه يفوق منها.
لما بيقعد مع نفسه. متأسفة قوي ما عرفتش ارحب بيك كويس. انا مقدر ده طبعا، المناسبات دي الواحد بيبقى متبرجل يعني ومش فاكر نفسه اصلا. طيب بقى تصبح على خير. وانت من اهلي. عن اذنك. مش اني ابقى بحلم بيكي، ولا اني اتمنى اشوفك كل يوم، ولا لما تيجي سيرتك افرح، ولا اني يكون عنده فلوس كتير ولا مال زي مال قارون، ولا يجيب لك فيلل وعربيات وقصور. طب ايه هو الحب؟ الحب الحب ان انت تحمي اللي بتحبه، تحميه حتى لو من نفسك، انك تشوفه بعيون غير عيون كل الناس، لك لما تاخده في حضنك احس ان كل الدنيا ملكه، مفيش حاجه ممكن تخوفه، يحس بالأمان. هو ده الحب، انك ترتاح معاه، تحس انت مع حبيبك بتنسى الدنيا كلها. فجأة تبص في عينه تحس ان انت رجعت عيل صغير، كل ذنوبك اتمسحت. بس صعب انك تحب وانت عمرك ما حسيت ان في حد مشتاق لك ومستنيك، وصعب انك تحب وانت حاسس انك عايش في عالم بعيد قوي عن الناس، صعب انك تحب وانت حاسس بضعف ومجروح. هو الحب بيجي فجأة كده من غير انذار، صح؟ بتحسي ان في حاجة كده اترمت في قلبك، وانك مشدودة للشخص اللي بتحبيه وكأنك بتعرفيه من سنين. لما تبصي في عينيه تحسي بحنية الدنيا كلها، لما يلمس ايدك تحسي بالدفء، ولما تحضنيه تحسي بأمان الدنيا كله، وانك تبقى عايز تشوفه قدامك حتى ولو انت لسه سايبه. الحب حياة، والحياة عمرها ما تبقى حياة من غير حب. الله، ايه الجو الجميل ده؟ يا سلام لو تدخلي تجيبي لي مايو كده واخد لي غطسين. ايه؟ اجيب لك مايو اكركر؟ ما بيطلعوا امتى دول؟ قول انت بس جزر، طلع حسن طلع لك من البسين. جزر يا ساتر. ده الشباب يخربوا كركر على البسين. حسني سلامة تعبان بجد؟ عادي، هو كل شوية كده قلبي بيوجعه، اصله كان بيحب واحده وقلبته. اه والله، بس اديته بومبا بقى. تعملي ايه؟ بس انت بتعرفيش لما واحد يحب واحده ويقول لها بحبك وتقول له انت ما تنفعش، بيحس ان هو اكسكيوز مي مش راجل. انت مش هتبطل طريقتك المنيله دي يا بنت؟ بتكلم معاك بجد، عايز افهمك كل حاجه، بقول لك على الفايده. عارفه انت لو فتحت قلب سلامه كده هتلاقي جواه هاله، بس هو مخبيها على جنب عشان ما تفكروش بالألم اللي خده.
انت الواحد ما يقعدش معاك على فكره. الله 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 الله، خدي بس. ايه ايه انت زعلتي ولا ايه؟ لا انا ازعل منك برضو، بس انت عارف انا لما بشوفك ايه اللي بيحصل لي؟ ايه؟ بفتكر حاجه وحشه قوي، بفتكر نفسي وسختها يا اخي بجد، نفسياتي بتقب عليا، بني ادم عجيب. طب ما تقب عليك انت، انا مال انا تقب عليا ليه؟ خروب يا كركر. يا حرام، تصدقي صعبتي عليا اول ما قال لي انك هنا؟ قال لي كمان انه شافت مع واحد وقال ايه وضعي مش كويس خالص. انا عارفه ان انا ما كنتش كويسه معاكي، بس انت يعني عمرك ما سالتيني ليه. انا اسفه، انا اللي عملته غصب عني، والسبب فيه كان جوزك مراد، هو اللي وقع بيني. وانا عارفه ان انت بتحبي ومش عايزه اتجوزه، وانا والله العظيم عايزه اتجوزه والله. سيبيني امشي، وانا وعدك انه مش هيشوف وشي تاني ابدا. هتروحي فين؟ همشي في اي حته، هسيب البلد كلها وامشي، ابعد عن الدنيا هنا. وابن مراد؟ هتمشي مع مين المره دي؟ مش همشي مع حد، مش عايزه حد، انا عايزه اقعد لوحدي. انا رايي تمشي مع شريف، شاب كويس قوي على فكره، نعرفه من زمان، خد مني كتير قوي عشان يخليكي تحبيه، وعشان اثبت لمراد انك صايعه وبتاعت شوارع. اي راجل يقع قدامك تترمي في حضنه. الصراحه ما خدتيش في ايده كتير. أنا على العموم مش مضطرة أخليكي تصدقي، بس أعمل إيه بقى في قلب الحنين؟ ساعات بيخليني أعمل حاجات أنا مش عايزة أعملها. أيوة يا شريف. أيوة يا منى. ميعادنا بكرة زي ما اتفقنا. وأنا مش هرجع في كلامي. أوكي ما تتأخرش عليا، أنت عارف أنا أحب اللي يشتغل معايا يلتزم بمواعيده. أنا عمري ما خلفت ميعاد ولا اتفاق معاكي. تمام. باي. انتي كدابة، انتي كدابة، طب الشريف انتي كدابة، طب الشريف انتي كدابة. مش تخلي بالك من التصرفات اللي مش محسوبة عشان خاطر الولد، بعدين مراد يزعل أكتر ما هو زعلان. كدابة كدابة يا شريف، مش كده؟ كدابة يا شريف، هي كدابة، كدابة يا شريف، كدابة كدابة. ما كنتش
حبيتها عند ابو الواد. عند ابو الواد هو يروح يجيبها. مين؟ اه طب اوصل لها بقى واقول لها ترجع عشان اهلها قلقانين عليها خالص. اعمل حاجه بقى ربنا يحطها في ميزان حسناتك ان شاء الله. اه اروح اجيبها واعمل خير. ده انت تأمري يا قمر، بس انا كنت عايز منك حاجه. امر يا سونا. مش عايز حاجه، كفايه عليا يا سونا. انا بشكر ربنا اني يعني عشت اليوم اللي سمعتها من بقك سونا. يا لهوي انت جايب الفستان ده منين؟ عايز حاجه تانية يا سونا؟ لا يا حبيبتي، اصل السلطانه هيام كانت شافته فطلبت مني ان انا اجيبه لها. يعني جامده قوي. وحش وسيم. طب وايه الاخبار؟ انا مش مبسوط. وسيم لسه متردد. انا عايزك تفهميني التاخير ده مش في مصلحته ولا مصلحه الشركه. انا عمري ما في عمليه اتاخرت معايا كده. شكلك مبسوط جدا. طبعا اولا عشان امبارح كنت في وسطكم وقضيت وقتي كويس معاكم. كنت حاسس اول مره في حياتي ان انا وسط ناس كده بتحب بعضها بجد. تاني حاجه بقى عشان بابا بقى كويس الحمد لله. على فكره انا قلت له على وقفتك جنبي وهو عيان وهو بيشكرك قوي. انا هروح ازوره. يا ريت. هو عايز يشوفك اصلا. هو حسني ما بقاش يجي ليه صحيح؟ حسني مشغول شويه. طب انا هستأذنك. اتفضلي. انا بقالي نص ساعه مستنيك قدام باب الشركه. لا لا مش همشي، انا مستنيك، عايزك في حاجه مهمه. ماشي يا علي. ماشي. ازيك يا قلبي؟ ازيك يا سمير؟ مين ده؟ ده عميل عندنا في الشركة. طيب تروح. تحب تروح أي مكان بتحبه أنت؟ لا أنا عايزك تختار حد دي. طب خلاص يلا نروح أي مكان نشرب قهوة عشان أنا عندي صداع. راحت فين بس؟ ايه ده؟ ايه المكان الغريب ده؟ سوري بس. انت وقفت ليه؟ ايه رأيك في الكافيه ده؟ انت بتهرج؟ طبعا مهر، احنا علاقتنا كلها تهريج في تهريج، ايه المانع يعني ان انا اهرب دلوقتي؟ مالك في ايه؟ بص يا علي، اي علاقه بين اتنين اساسها الثقه، والثقه دي بتتبني على الوضوح والصراحه. لما أي طرف من الطرفين يحس إن التاني غامض يبدأ يبني في دماغه أفكار خاصة بيه. الأفكار دي كفيلة إنها تهدم أي علاقة. إحنا يا عليا بنعيش حياتنا كلها
واحنا رسمين على وشوشنا اقنعة كتير. بنتلون كل يوم بمليون لون حسب الموقف وحسب الحالة. نعتقد يعني انه هو ده الصح. بس ده غلط. وانا بأكد لك انه غلط. لان كل يوم بنعيشه واحنا مش احنا مش حقيقتنا بنتعب اكتر. ومنقرب من الموت. الموت الحقيقي. مش الموت اللي بيخلي الحياة تنتهي، لأ. الموت اللي بيخليك عايشة وانت مش حاسة انك انت عايشة. أنا صعبان عليا قوي إن أنا مش قادر أساعدك. مش قادر أعمل معاكي زي ما عملت معايا. إن أنا أخليك تشوفي الحقيقة. أنت ليه بتقول الكلام ده؟ عشان انت اتغيرتي. في حاجه جواكي يا عليا خلاكي تجري ورا حاجه غلط، ورا جسر فاكره انه الجسر ده هيعديكي للحقيقه اللي انت عايزاها. وانا باكد لك انه دواء. طب مش يمكن ده مش وهم وانا اكون صح؟ مستحيل مستحيل. عشان انت اتغيرتي. انت مش عاليه بتاعت زمان. عالية اللي كانت بتحس بالناس وبمشاكلهم دي اختفت خالص. انت مش حاسة على نفسك انك تغيرت يا عالية؟ انت عالية كنت ابسط، كنت ابسط بكلامك وبمشاعرك وبهدومك حتى. انت مش عالية. انا لازم اقولك كده عشان تحس بنفسك. ايه رايك بقى يا عليا لو سبتك في الصحراء دي؟ هبقى خدعتك في حاجتين. اولا انا جبتك في مكان مش هو اللي اتفقنا عليه. اتنين انا اسف اقول لك الكلام ده، اني هبقى رميتك في الصحراء كده من غير لا اكل ولا شرب ولا ناس ولا اي حاجه. الثقه في الحب، اسمعيني الثقة في الحب شبه الصحراء دي بالظبط. انت عاملة فيا كده ومش حاسة. بس انا مش عايزة اعيش في الصحراء. انا عايزة اعيش مع اللي بحبه. انا بحبك. انا هقولك على كل حاجة. بس وعدني انك تسامحني. أنا عمري ما أسيبك. عمري. عمري ما أخليكي توقعي في فخ الحياة. ولا تتوهي. زي ما أنت يا عليا خليتيني أشوف بقلبي، أنا برضو هخليكي تشوفي بقلبك.